آمين. نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. معاكم سوريا. أنا شفت المسيح كتير. النهاردة جزء 29 هتكلم ما بين فيروس كورونا والنور والحياة، مع طبعا عدم المقارنة نهائي. يعني هو ما فيش مقارنة يعني، بس هنقارن شوية النهاردة. هنقول مع ربنا: يا رافعي من أبواب الموت لكي أحدث بكل تسابيحك في أبواب ابنة صهيون مبتهجة بخلاصك. وفي الأرض بقول: تورطت الأمم في الحفرة التي عملوها، في الشبكة التي أخفوها انتشبت أرجلهم، لأن كل عمل سيء هو من عمل الإنسان بكل أسف. يعني هي من الإنسان مع ضربة من الشيطان. ها هو ذا اليوم، ها هو ذا قد جاء، دارت الدائرة، أزهرت العصا، أفرخت الكبرياء. لما العصا تزهر ويعمل غصن وبيعمل تاج للكبرياء والموت، هو ده كورونا للأشرار. يجي وراه السيف من خارج والوباء والجوع من داخل، وده كان في أيام حزقيا النبي. ألاقي الحزن والظلام وروح الموت. هكذا قال السيد الرب: اضرب يدك واخبط برجليك وقل آه على رجسات بيت إسرائيل الشريرة حتى يسقطوا بالسيف والجوع والوباء. وكان حزقيال قد طفل المتمرمر الذي لا حول له ولا قوة، متأوه على كل رجساتهم، خاصة وقد بدأ ثمر الشر يحل بهم من قتل بالسيف والجوع والوباء. وكأن الغضب الإلهي حل عليهم، لكن ده مجرد بس ربنا ما يلفت وشه ويسيبهم بس شوية ليبين بيكون التأديب. وبالذات في الأماكن اللي بيكون فيها العبادات الوثنية اللي بيشتموا فيها رائحة الموت ليهم، حيث كانوا يقربون رائحة سرورهم لكل أصنامهم فصارت رائحة الموت ليهم، يعني للأشرار. تعالوا نروح عند أبناء النور. سيبنا شوية من الوباء شوية، لأن المهم نتعلم نقف إزاي في الثغرة ونعلن الحق، ولما بيجي النور بيهرب الظلام تلقائيا. ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه شعوب. قومي ودوسي يا بنت صهيون، لأني أجعل قرنك حديدا وأظلافك أجعلها نحاسا. هتعمل إيه بنت صهيون؟ هو إحنا في آخر الأيام؟ بينا نشوف في مزمور 92: حسن هو الحمد للرب والترنم لإسمك أيها العلي، وتنصب مثل البقر الوحشي قرني. تدهنت بزيت طري وتبصر عيني بمراقبية، وبالقائمين علي بالشر تسمع أذناي. الصديق النخلة يزهو في ديار إلهنا يزهرون ليخبروا بأن الرب مستقيم، صخرتي هو ولا ظلم فيه. يزهرون بماذا؟ يعلن النور وتحقده من المنارة. تعالوا نشوف في المنارة في ثلاث تيجان من الذهب، وأظهرت، ودي كلمة أظهرت تانية هي بس باللوز، فيها ألاقي النور والفرح وروح الحياة في المنارة. بصراحة الفرق كبير قوي بين تاج إبليس وتيجان النور. إبليس بيقلد وبس علشان يشوشر على الحق بالباطل، ياخد أي منظر للحق ويديه للباطل بتاعه. وكانت منارة خيمة الاجتماع مصنوعة من الذهب الخالص النقي، وقد وضع الرب تصميمها هو بنفسه، وتكونت من قاعدة وساق وست شعب السبع شعب. عدد سبعة بيكلمنا عن كمال عمل النور، يعني الروح القدس فينا. في النور يسكن الله، به يلتحف هو نور شعبه، يضيء عليه بمجيئه لخلاصه، كما يضيء على الأمم والشعوب علشان يحولهم من أبناء الظلمة لأبناء النور. وأبناؤه هم ملكوت مملكة النور التي لله على الأرض. أنتم ملكوت الله على الأرض أبناء النور، وتزينها كاسات وعجر وأزهار، تصنع جميعها خراطة واحدة.
فاكرين الكروبيم كمان كانوا خراطة واحدة مع غطاء التابوت، عايزين احنا كمان نبقى خراطة واحدة مع النور. كل واحد من شعب المنارة بتتكون من وعاء شجر اللوز، لأن اللوز هو النبات الذي يزهر بسرعة وقبل كل النباتات والأشجار، ويمثل سرعة الحركة في النمو الروحي زي الأيائل. فاكرين الجزء 27، وكلمة اللوز في العبرية يعني يستيقظ أو ساهر على حياته، وهنا استيقظي البسي عزك يا صهيون. فاكرين الجزء 24، شجر اللوز من الأشجار اللي تعطي كميات كبيرة من الصمغ، وخاصة عند تقدمها في السن. وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. التصق بالرب زي لاوي. فاكرين الجزء 2، التصق بربنا، التصق بكلمة الله فتمتلئ بزيت الروح القدس، وتبقى أنت منارة لما تاخد نورك من ربنا ويحل فيك، فتمتلئ حكمة وفهم وقوة ومشورة ومعرفة ومخافة، وتبتلي بالمجد والنعمة والبركة والسلام والحياة. التاريخ بيقول إن القائد الروماني تيتوس الذي حصر أورشليم سنة 70 ميلادية وهدم الهيكل الذي رممه هيرودس وأخذ المنارة الذهبية ومائدة التقدمة، وقد ظهرت في الاستعراض الذي جرى احتفالا بانتصاره في روما، وصورتهما لازالت منقوشة على حجر بوابة النصر في روما القديمة، والقائد والأبطال والمغنيين يلبسوا الإكليل المدفور. أنا عايزة أقول لك بص على إكليل المنارة، بص على فروع المنارة، وبص على إكليل كورونا اللي عايز إبليس يلبسهن ويحتفل بالموت وبالوباء. ولو شايفين إكليل كورونا شكله إيه؟ إبليس بيعمل لنفسه إكليل، وهو شاطر في التقليد زي ما قلنا، بس علشان يعمل لخبطة وإنزعاج وفوضى وحزن وكل ما هو موت وتشويش من الباطل على الحق. المنارة بتمثل الاستنارة بروح الحق المعزي. الإكليل الأول روح الحكمة والفهم، الإكليل الثاني روح القوة والمشورة، والثالث المعرفة ومخافة الرب. روح السيد، روح الحق، هو العمود الأوسط، روح الحياة اللي متحرك دايما في اتجاهنا. يلا البسوا تيجان النور ونوروا، ويصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم، ليسكن الرب وسط شعبه. هذا غاية العمل الخلاصي وإعلان عن الحب الإلهي. ربنا بيحب ولاده قوي لأن محبته قوية ورحمته أبدية، ولو البحر هاج علينا يثبت إيماننا ويعلمنا نقول للبحر أبكم. النسر عشان يعلم ولاده الطيران يهز العش، يبقى لو تهز العش هيعلمنا الطيران. تعالوا نشوف النور في سفر القضاء إصحاح 4، وعاد بني إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب بعد موت إيهود، فبحهم الرب بيد يابين ملك كنعان الذي ملك في حاصور، ورئيس جيشه سيسرة وهو ساكن فيه حروشة الأمم. صرخ بني إسرائيل لربنا لأن كان ليه 900 مركبة من حديد، وهو ضايق بني إسرائيل بشدة لمدة 20 سنة. دبورة كانت امرأة نبية زوجة لفيدوت، هي قضية إسرائيل في ذلك الوقت، وهي جلسة تحت نخل الدبورة بين الرامة وبيت إيل في جبل إفرايم، وكان بنو إسرائيل يصعدون إليها للقضاء. أرسلت ودعت براق ابن أبي نوعم من قادش نفتالي وقالت له: ألم يأمر الرب إله إسرائيل؟ اذهب واسحف إلى جبل طبور وخد معاك 10,000 رجل من بني نفتالي وبني زبلون. وخدوا بالكم، قالت لهش خد من كل إسرائيل، نفتالي وزبلون بس. قالت دبورة البراق: قم، لأن هذا هو اليوم الذي دفع فيه الرب سيسرة ليدك، ألم يخرج الرب قدامك؟ نزل براق من جبل طبور وراه 10,000 رجل، فأزعج الرب سيسرة وكل المركبات وكل الجيش بحد السيف أمام براق. نزل سيسرة عن المركبة وهرب على رجليه لخيمة يعيل امرأة حابر القيني، لأن كان صلح بين مين؟ بين يابين ملك حصور وبين حابر القيني. خرجت يعيل لاستقبال سيسرة وقالت له: مل يا سيدي، مل إلي لا تخف. فمال إليها إلى الخيمة وغطته باللحاف. أخذت يعيل امرأة حابر وتد الخيمة وجعلت المتدة في إيديها وضربت الوتد في صدغه ميت. أذل الله في ذلك اليوم يابين ملك كنعان أمام بني إسرائيل، وأخذت يد بني إسرائيل تزداد وتقسو على يابين ملك كنعان حتى قردوا يابين ملك كنعان.
بينا نلبس النور ونتعلم الطيران. وعاد بني إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب بعد موت إيهود. إيهود معناها التسبيح، الاعتراف، الاتحاد. لما يبعد الشعب عن أفراح التسبيح والاعتراف بالحمد والشكر لله والاتحاد والاتساق بربنا، يقع في يد يابيل. كان سيسرة يعني الخروج من الفرح للحزن. رئيس جيش يابيل ملك كنعان، يعني رئيس الضجيج وعدم السلام، ساكن في حصور حصنه. يرسل سيسرة إلى القلب ليحطم كل فرح فيه، يدخله في الأحزان والضجيج والقلق والفوضى والشوشرة، فيصير في قلق داخلي وكآبة قلب ويفقد سلامه. وكان يسكن في حروشة، بمعنى أن الإنسان يفقد فرح الروحي حينما يتحول قلبه إلى حروشة الأمم الوثنية، يعني خليط من الخطايا والرجاسات والعبادات الوثنية. وهو ده بالظبط اللي بيحاول يعمله الشيطان معانا في وقت كورونا، عايز يدخل الحزن والضجيج والفوضى والشوشرة والحزن والكآبة والموت، عايز يدخل كل حاجة جوينا. بس احنا لازم ما نبعدش عن الملك إيهود ونلتصق بالرب. علشان كده في الرؤية اللي فاتت كان إعلان القداسة والقدوس مع الفرح والتسبيح قدامه بيعتبر هزيمة ساحقة ليه، إعلان الانتصار عليه. وده اللي حصل في الرؤية اللي فاتت. الألام والامتحانات والحروب اللي بيسمح بيها ربنا هي جزء من خطته لإعداد كنيسته للسماء، ولتكون منارة هنا على الأرض. الله في محبته لأولاده مش بيسمح بما يؤلم إلا لو كان هذا كدواء لشفاء حياتنا الروحية، فنقلص ونتقدم وننمو ونرتفع ونكلل، واستعلان أبطال الإيمان وخلاص اللي حوالينا كمان وخلاص العالم كله. تعالوا نشوف الشخصيات. الاسم دبورة يعني نحلة، قيل عن الكنيسة كنحلة. شفتاك يا عروس تقطران شهدا، تحت لسانك عسل ولبن، كما قيل عنها النحلة ضئيلة بين الطير وشهدها أعزب ما يستساغ من الطعام. وبالرغم من ضعف قوتها لكنه تحمل حكمة سماوية وتسعى دائما لبلوغ حياة الكمال. إنها تنهمك بالحق في تحويل أتعاب هذه الحياة لبركات أبدية وتقديم جهادها لصحة ملوك وشعوب. وهي جلسة تحت نخل الدبورة بين الرامة وبين بيت إيل في جبل إفرايم. النخلة اللي كانت تجلس تحتها ليصعد إليها رجال القضاء هي خشبة الصليب التي تحدثت عنها الكنيسة العروس قائلة: تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة في حلقي. دبورة كالنخلة يزهو الصديق، جلسة أي مستقرة بين الرامة في مرتفعات النبوة الروح القدس والتكريس والتخصيص، وبين بيت إيل حيث مذبح الصلاة في جبل إفرايم أي مرتفعة ومثمرة في جبل الثمر المضاعف المتكاثر، وتنطلق بروح الله القدوس لتدوس يابين. اسم رجلها لفيدوس تعني مشرق، مصباح، مشعل، منارة، لأن عريس الكنيسة هو ذاك الذي قال أنا هو نور العالم، إنه يشرق في كنيسته لكي تستنير به. برق يشير إلى الحياة المستنيرة في الرب كالبرق سريعة الحركة. أما 10,000 رجل أما بكونهم رجالا فإنه يليق بالمؤمن ألا يحمل في داخله عجز الأطفال، بل نضوج الرجال وجديتهم. هؤلاء الرجال جايين من بني نفتالي يعني متسع، وزبلون يعني المسكن، يعني ناضجين ولهم القلب المتسع كمسكن وقدس أقداس الله نفسه. عندئذ يجتذب الله سيسرة من قيشون التي تعني منحنى ليسلمه في يده، أي يخضع حركات العدو الشريرة الملتوية المنحنية تحت قدميه. طب ليه؟ لأنه هو شعاع نور دائما مستقيم. الانحناء والالتواء ما يقدرش يقف قدام الاستقامة. لما تيجي الاستقامة يتلاشى الانحناء والالتواء. حابر ده مشكلة تانية خالص، عبارة عن محالفة أو مجتمع، بس مجتمع بيتحالف مع الخير والشر في نفس الوقت. حابر ده زي الناس اللي جاية من الأمم اللي بحسب الناموس الطبيعي عرفوا ربنا عن طريق الصداقة مع بني إسرائيل، لكنهم لم يتخلصوا مع التحالف مع الكنعانيين إذ كانوا يسلكون في الرجاسات،
لأن الانفصال عن الشر والأشرار لازم يجي عشان أرتبط بالله والقديسين. حتى تنطلق يعيل، أي وعلة الماعز الوحشي أو البقر الوحشي. تمتاز الماعز بقوتها وقدرتها على العيش في أماكن وبيئات مختلفة، جبال، سهول، صحاري. حتى انطلقت منهم يعيل يورينا روحيا إنها كانت تعيش في الجبال والقفار، وكانت تعيش في خيمة، إشارة لحياة الغربة. ولما ارتبطت بربنا ودخلت وسط شعب الله، ما خافتش من سيسرة القوي، وما خافتش من رد فعل جوزها اللي كان متحالف مع سيسرة ويابين، وقررت تقتل رئيس جيش إبليس سيسرة. يا رب بقى دينا شوية حياة روحية قوية تتميز بشجاعة يعيل. يعيل يعني الغزال كمان البري أو الجبلي. فاكرين الأيائل التي تكتذب الحياة وتقتلها ولا تتأثر بثمها، ثم تجري على المياه لترتوي، وهي مياه الروح القدس في الجزء 27. قتلت يعيل رئيس جندي إبليس، رفضت وقتلت الحزن والضجيج والقلق والضوضاء والاكتئاب والرجاسات الوثنية والموت. وقالت دبورة: تبارك على النساء يعيل، كانت تمتدح إيمانها وقدرتها على أخذ قرار على الرغم من المجتمع اللي هي كانت عايشة فيه. يعيل هي الأيل أو الماعز الوحشي اللي قفزت قفزة مهمة في حياتها وقررت، فكانت جديرة بالثناء والمديح. من وقت للتاني أنا محتاجة أخذ قرار وأعمل قفزة في حياتي بشجاعة وحكمة، وأحياناً الضيقة بتساعدني وتدفعني لأخذ القرار. ومن يريد وقرر قتل رئيس جندي إبليس في حياته، إنه يستخدم سلاح رئيس جندي الرب، وهي الجملة المشهورة للملاك ميخائيل في وقت دانيال: لينتهرك الرب. الألام والتجارب والامتحانات والحروب اللي ربنا بيسمح بيها هي جزء من خطته لإعداد كنيسته للسماء، ولتكون منارة هنا على الأرض. هم شعبه، الله في محبته لأولاده لن يسمح بما يؤلم إلا لو كان هذا كدواء لشفاء حياتنا الروحية. نخلص، نتقدم، ننمو، نرتفع ونكلم. انظر، هذا وجدت فقط، أن الله صنع الإنسان مستقيما. أدي كلمة مستقيم. أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة. هو لا يجرب أحد، الله يؤدب فقط. لكن غضبه لسه مجاش، لما يجي الغضب محدش هيقدر يقف قدام غضبه. على غضبه دايما كمان على الشر والأشرار مش على أولاده، وستقصر هذه الأيام. الإنسان هو اللي بيعمل الشر، إحنا بنجيبه لنفسنا، ولازم نعترف هو الإنسان بزقة من الشيطان وخطة منه للأرض. وكفاية تشويه لصورة ربنا بقى، إلهنا عظيم، وكفاية نرمي عليه الأخطاء. لكن الله القادر على كل شيء يستخدم قدرته لتحويل الشر الخير لأولاده، والهزيمة النصر، والضعف القوة، لأنه إله تحديات، إله المستحيلات. ما ينفعش أشك في محبته ليا، هو أبويا. والخليقة منتظرة استعلان أبناء الله، استعلان أبطال الإيمان في آخر الدهور، اللي واقفين بالتسبيح مش قافلين بقهم بكمامة إبليس اللي عايزك تقفل بقك وما تسبحش ربنا. اوعى ترجع للملك إيهود. تعالوا نروح مع أشعياء. ويخرج قضيب من جذع يسة، وينبض غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه، ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين، يحكم بالإنصاف لبائس الأرض، يضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه. ما تحكمش باللي شايفه أو سمعه، احكم بس باللي ربنا يقولك عليه. شفت حد يضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه؟ استعمل المكتوب، استعمل التسبيح. إذا جاء السيد المسيح ممثلا للبشرية، حل عليه الروح القدس الذي ليس بغريب عنه، لأنه روحه. حلول الروح القدس على المسيح بيختلف تماما عن حلوله علينا. بالنسبة لي حلول أقنومي، واحد معه في ذات الجوهر مع الآب، حلول بلا حدود. لكن بالنسبة لينا عطية،
كلمة عطية أهي، مجانية ونعمة تمنح لنا في المسيح يسوع قدر ما تحتمل طبيعتنا ليعمل على تجديدها المستمر وتغييرها. لذا قيل عن المسيح فيه سر أن يحل كل الملء، ومن ملئها الذي يملأ الكل ينال جميع المؤمنين إحنا نعمة فوق نعمة. أؤمن. ويضرب الأرض بقضيف فمه، فهو يخرج من فمه سيف ماضي ذو حدين، به حارب أعدائه، وهو المكتوب والكلمة، وشفناه في جزء 9. وقوله هو يضرب الأرض يعني حطم كل عدو أمام وجهه، وإحنا نضرب الأرض ننفض من علينا أي تراب قد تبقى من الأرض لرفع طاقتنا للسماويات بروحه القدوس نفخة شفتيه. يعيش المؤمنين بالروح القدس العامل في داخلهم، مش بنظر عينيهم ولا سمع ودانهم، لكن بحسب مشيئته فيهم. الروح القدس يرشدهم ويقويهم، وده اللي شفناه في الرؤية اللي فاتت. الروح يعلمنا نعمل ايه ويعطي القوة على العمل. الله القادر على كل شيء يغير الطبيعة من الضلمة للنور، ويبدد إبليس ويفتح السماء، وتيجي جيوشه لمساعدتنا، والتسبيح اسم الله القدوس. وده شفناه في الرؤية اللي فاتت في الجزء 28، عشان كده بأكد عليه تاني. مبارك اسم الله، بارك الرب يا ملائكة المقتدرين القوة الفاعلين أمره. عند إيه؟ عند سماع صوت كلامه. مبارك اسمك يا رب. هؤلاء هم أبناء النور والمجد، أبطال الإيمان، أبناء الآب القدوس. وكان في الرؤية في صوت ناس كتير جت أنا مش شايفة ولا عارفة هم جم منين، لكن سمع الصوت. لينا سحابة من الشهود لرب المجد، مجموعة من أبطال الإيمان للعمل لحساب الملكوت والمجد الآب في أواخر الدهور. وده اللي شفناه برضو في الرؤية اللي فاتت. أنا بركز تاني لأن المنظر اللي شفته كان أكتر من رائع. تعالوا ندخل على تسبيح الدبورة. بارك الرب. ترنب الدبورة وبراق، دول الاثنين قائلين بارك الرب. اسمعوا أيها الملوك وأصغوا أيها العظماء، أنا للرب أترنم، أزمر للرب إله إسرائيل. أزمر يعني مزامير. قالت بارك الرب، تطلب من القادة اللي كانوا أمناء في مواقعهم وللشعب اللي جه طوعا للعمل، لا تلهيهم النصرة عن تقديم تسبيحة الحمد لله والشكر لنعمته الغنية. وإنتوا طبعا الملوك والكهنة، أنا للرب أترنم. وكأنها تقول أنا دبورة المرأة الضعيفة. وإن رقم 2 يشير للحب اللي يجعل الاثنين واحد. تكرار كلمة أنا مرتين يشير لسمة الدبورة الحقيقية، الكنيسة الداخلية الموجودة في قدس الأقداس فوق الجبل القادرة على الترنم والتسبيح، ألا وهي سمة الحب الذي بدونه لا يتقبل الرب عبادتها أو تسبيحها. السماوات أيضا قطرت، كذلك السحب قطرت ماء. وإن كانت الأمم الوثنية كالأرض ارتعدت أمام الله، فإن أولاده كسماوات تقطر ندى، وكسحب تهطل أمطارا تحول القفر الفردوس والحزن الفرح، ووادي البكاء يجعلونه ينبوعا لهم. بالله القدوس، حياتنا الداخلية اللي بقي السماوات تحمل ندى الروح القدس وأمطاره السماوية على وإلى كل الأرض. التسبيح هو أن نتغنى بالمديح والشكر والاعتراف، نتغنى بالإكرام والثناء لإلهنا القدوس. سفر المزامير مجموعة من الأناشيد، الترانيم المملوئة تسبيحات لله بالفرح والابتهاج لإسم الله العلي، لأنه مستحق المديح، هو العظيم القوي. ارتفع يا رب بقوتك، نرنم وننغم بجبروتك. يا رب خلي كل نفس خارج مني لتسبيحك. التسبيح بالروح المتهللة بيرفعنا في المسيح يسوع ويجلسنا معه في السماويات. بعد كده أطلب فيستجيب سريعا. التسبيح هو حركة قلبية روحية داخلية فيها صعود وارتفاع وتواجد قدام الآب في قدس الأقداس فوق الطبيعة البشرية المحدودة في الروحيات. نلاقي جاذبية سماوية تلقائية بتجذب كل الكيان، قلبك ومشاعرك وأفكارك وروحك. تلاقي قلبك ثابت فيه بقوة، تلاقي نعمة غنية، تلاقي معونة، تلاقي الأمان وتلاقي الضمان.
لو عايز تشوف المجد سبح بالروح. وكان لما صوت المبوقين والمغنيون كواحد صوت واحد لتسبيح الرب وحمده، ورفعوا صوتا بالأبواق والسنوج وآلات الغناء والتسبيح للرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته، إن البيت اتملى سحاب. لو عايز تهزم الأعداء سبح بالروح. لما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة، شايفين الأكمنة دي، على بني عمون ولحد الآتيين على يهوذا فانكسروا. لاحظوا ان اهم حاجة مع كورونا انك تحط كمامة على بقك، زي ما يكون بيقولنا مش عايز اسمع صوتك. احفظوا المزامير، تحفظكم المزامير، زمروا، رنموا، سبحوا، ده طلب ربنا. رنموا للرب ترنيمة جديدة، هي جديدة لان التسبيح لربنا على الارض وفي السماء دايما جديد. كل يوم نكتشف الله جديد نسبحه عليه، كل يوم نقدم صلواتنا بتذوق جديد ولذة جديدة. رأينا الله يقيم نفوس أبنائه كجبال مقدسة يسكنها وترتفع فوق الأرضيات. عدو الخير أيضا يقيم من خدامه جبال بس دنسة معثرة كلها كبرياء، تتسم بكبرياء النفس وعصيانها للوصية. مثل هذه الجبال تتزلزل من وجه الرب فيسقط تشامخها وتنسحق قدام الله الحق. وكذا يبيد جميع عدائك يا رب قدام شعبك، أمين، وأحبائه كخروج الشمس في جبروتها. أحبائك تشير لشعب الله اللي حطم قدامهم عدوهم إبليس وأباده، فأشرقت كالشمس أي يزدادوا مجدا وبهاء بمجد الله فيهم، وتشتد أيضا حرارتها بعد انبثاقها. لو بنيت مذبحك في القدس ب12 حجر كريم أي حجارة حية مقدسة في جزء 2، وعملت عهد مع ربنا وبيسوع كل حاجة في حياتك، وقبلت دعوته لعشاء عرس الخروف وانفتح الحجاب ودخلت معاه قدس الأقداس، لابس ثياب بيض يعني القداسة والبر، وتشتري ذهب مصفى بنار عشان يغير طبيعتك الأرضية السماوية، وخلعت الزيت وكحلت عينيك بالروح القدس، وانسكب نار الروح القدس من السماء لتقديس مذبح قلبك، سبحه فيحل المجد، ستراه نعم ستراه، ويتفتح باب ستراه نعم ستراه، ويفتح باب السماء قدامك وتشوف جيوش سماوية، وتبدأ في الارتفاع كملك في الصهيون مع ملك الملوك ورب الأرباب. من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان، من هي المشرقة مثل الصباح جميلة كالقمر طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألوية، هي الكنيسة، الكنيسة اللي جوه قلبك المزينة بالفضائل المليانة ببركات النعمة اللي بيعمل فيها الروح القدس بكل مواهبه، هي انت. الكنيسة اللي مليانة بأولاد الله أبطال الإيمان أبطال آخر الدهور، مرهبة كجيش بألوية انت، جيش منظم وبترتيب، فاكرين الكتاب اللي مكتوب عليه بترتيب في الجزء 14، مرهبة أمام الأعداء لأن الرب الغالب في وسطها يحميها، إنها كجيش سماوي يحمل ألوية أي أعلام الغلبة والنصرة يعني الصليب، لا تعرف الهزيمة ولا اليأس بل روح الغلبة والنصرة والقوة، كجيش أحسن تنظيمه يعني بترتيب إذ قائده هو الرب نفسه. ارجعي ارجعي يا شولاميث، ارجعي ارجعي فننظر إليك، ماذا ترون في شولاميث؟ مثل انتظام صفوف في معسكر، مثل رقص صفين. لقد دعاها شولاميث وهي مؤنث شالم أو سالم أو سليمان، وكأن سيد المسيح الذي هو سليمان الحقيقي يناديها بلقبه هو، لقد حملت شخصه في داخلها وسمأها في سلوكه في سلوكها، ودعي اسمه عليها، إنه ينظر إليها وهي في حالة الحرب ويدعوها شولاميث أي كولومب أي الحاملة السلام. أما سر سلامها فهي هو رجوعها المستمر إليه، وإن الثالوث ينظر إليها ويهتم بها ولا ينساها. عيشوا السلام. يعتز السيد المسيح بكنيسته أو بالنفس اللي هي عضو في كنيسته إذ يراها وهي تحمل في داخلها السلام. قال
قد صارت كصفوف جنود منتظمة للحرب الروحية، وبحسب النص العبري مثل رقص صفين. وكلمة صفين تعني جيشين، وكأن الرب يعلن أن كنيسته حملت رقصات الجيشين علامة الغلبة والانتصار. هذا هو لقاء جيش المسبحين الأرضيين والجيش السماوي بقيادة رئيس السلام إلهنا وفادينا العظيم بشركة وعمل وعطية الروح القدس العامل فينا في تهليل الروح. لقاء حق وسلام وفرح ومجد ونعمة فوق التخيل، فوق الخيال والتصور. هو تعبير عن أعماق داخلية تهتز في تهليل وحب وفرح أمام الرب الإله الذي رأته عيني، فاتحا أبواب السماء قادما إلى العالم ليحل بين البشرية ويرد ليها الحياة بعد الموت والفرح عوض النوح، يحول كل ضعف القدرة وكل شوك لخضرة. إنه قادم سريعا ليكافئ من شاركوه سناته وحملوا صليبه بفرح. فلنشكر ونصبر في الضيقات. إلهنا عظيم، عظيم قوي. أنا عايز أقول كمان إن التسبيح والمطانيات من الناحية الجسدية زي الرياضة البدنية، طارد للبلغم، يعني لو الفيروس موجود في الزور بتقدر تطرده من الجسم مقابل الرئتين وكل جهازك التنفسي والجسم كله، وفي فرح لنفسك واطمئنان وابتهاج لروحك. ربنا كمان لما كان بيقول لنا أنا أبوك بيفكرني بكده، علشان بيقول لو جاية ظروف صعبة مهما كانت اوعى تنسى أني أبوك اللي بيحبك رغم أي ضيقة جاية، ده أنا شايلك على الأكتاف. اوعى حد يقول لك ربنا بيرمينا بفيروس، احنا السبب في وجوده لان شر الانسان زاد قوي. عدينا سدوم وعموره بكتير وبنغيظ ربنا وخطة شيطان بيستعمل فيها الانسان، لكن طبعا بسماح من ربنا هو ضابط الكل. واحنا في بدايه اخر الايام هتكون ايام فيها تحديات من نوع جديد، وربنا راجع تاني للقضاء وعايز كنيسته ابنائه اللي على الارض مناره لكل الشعوب، وبالروح كواكب ونجوم في إيد إلهنا القدوس. يا رب بيك وفيك بنورك هنشق كل ظلام، وبالنعمة هنعدي كل الأحزان، هندوس معاك الموت ونعلن الحياة في كل آن، ونعيشنا فيك عايشين برجاء المنتظرين ومن مجد المجد معاك، ونموتنا ليك راجعين رافعين راية الغالبين لميراث القديسين. ويا محلى يوم لقاك، أعمالك عظيمة وعجيبة يا عادل ورحيم، أقوالك صادقة وأمينة ودايما فيك واثقين، واثقين إن كل الأشياء تعمل معا للخير يا أبونا الأمين. من فضلك قوينا وثبتنا في الإيمان والمحبة، وماسكين في وعدك ها أنا معكم كل الأيام كل الأيام كل الأيام وإلى انقضاء الدهر يا رب أمين. اسمحوا لي أرفعك سبحك وباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إله العظيم القدوس، قدوس قدوس قدوس. أيها الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والآتي، قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لك يا رب كل كرامة وكل سلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة يا إله العظيم، مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، آمين.